حياكم الله من جديد مشاهدينا. تظل ألعاب الخفة أمرا مبهرا تجذب الناس إلى مشاهدتها، خصوصا أن بعض العروض تمنح المشاهد الشعور بوجود قدرات تفوق الخدع البصرية. معين البستكي طبعا بات واحد من الأسماء المعروف في عالم الخدع البصرية، وتبلور عشق سحرنا قبل ما نذهب شيء مسوي لنا معين قبل ما نسيسين خربط الكلام لألعاب الخفة منذ صغره، لكن عدم تقبل العائلة لخوض هذا الغمار والذي كان يحول دون إكمال دراسته جعله ينهي دراسته العليا في إدارة الأعمال باستراليا ليستلم منصبا إداريا مصرفيا، لكن ذلك لم أن يعني يحول دون إكماله لتعلم ألعاب الخفة والتعمق في تقنياتها ومهاراتها. معين البستكي مشاهدينا نجح في جذب أنظار الناس خصوصا بعد ما تمكن من تفيذ خدع مبهرة ورائعة، وكمل مسيرته في عالم الألعاب الخفة واللي بات عروضه منتظرة من الجمهور، واليوم راح نستقبله ويانا وراح نشوف شو يقدر اليوم بيلعب علينا وراح نكشفه ولا لا. يا هلا مرحبا بك ويانا. يا مرحبا وسهلا فيكم، يسعدني ويشرفني لكم متواجد ياكم اليوم في البرنامج، وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفين عليكم ونسوي لكم أشياء حلوة. إحنا قبل ما نبدأ خليت الأخ عبد الله ما بعرف يرمس لا بس إن الطبخ اللي طبخ لنا قبل شوي صراحة لا أنا ونياسة الطالع صراحة أنا دافع فلوس رودي وخالص. عبد الله الحين الحيرة في سحر الأكل مع يورجو ولا مع معين بس؟ لا مع معين. نحن قبل أنا قبل ما تبدأ بسوي لك سحر لحظة. يلا تفضل. أباك تغمض عينك. يلا. إنزين. غمض عينك. بنصدمه في هذا السحر. أباك تفكر في أربع أرقام عشوائية. زين. فكرت فيهن؟ إي. طيب زيد لهن صفر. افتح عينك. شو طلع عندك؟ بعد الباك المبر ما أتكلم بس بنحط ذوقها ولا؟ ذوقها وقول لي. الحين قول لي أربع الأرقام اللي أنت كنت حاطنها في بالك. نسيت. من حالات الأكل. نعم طبعا نشكر حلويات الدار على ضيافتهم لنا في صباح الدار، مشكورين. فمعين أنا وعافية معين. أنا وعافية. وقل لي شو رأيك في أكلهم؟ لذيذين صراحة، يعني كل الناس اللي يطلعون الحين يصيروا يشتروا منهم شيء نعجيب. سواكم دعاية. أنتوا قام ألعاب الخفة والمهارات البصرية اللي قاعدين تسوونها، عندكم تحضيرات معينة أو أسلوب معين في الحياة أساس أن تقدرون تحافظون دائما على الإيحاء والقوة والمهارات، أن تقدرون تحافظون على تركيزكم دائما بشغلكم؟ أولا الله يسامحك أخوي عبد الله إبراهيم أرمس، هذا السحر يعني بأنك شوف من البداية. حنا أختي هبة الألعاب الخفة ترى هي معتمدة كلها على تقنيات مختلفة، شو ما كانت من تقنيات إحنا نحاول أن نستعمل كل التقنيات المتواجدة في العالم، من كيمياء لفيزياء، من علوم النفس، من بودي لانجوج، من NLP، من شو ما كان، عشان نوصل لبيانات ومعلومات معينة نباها ونستغلها في الفن عشان نبهر الناس باللي نسويه ونخلي إن شاء الله يبين لهم أنه كان مستحيل. أوكي. بس إحنا نبغى نأكد لكل المشاهدين، كل اللي يشوفونه عن طريق شاشات التلفاز ويشوفونه عن طريق اليوتيوب وين ما كان، كل هي ألعاب خفة تفرق عن السحر. حلو. ما حد منا يسوي السحر، كل ألعاب خفة، ومثل ما قلت نعتمد على تقنيات معينة أساسا ننجز المستحيل. طيب معين قبل ما ندخل في موضوع يعني تكنيك السحر ونشوف من عندك بعض يعني ألعاب الخفة، يعني في شيء اللي نعرفه نحن كلنا عن يعني أخوي معين بأنه هو ما شاء الله جدول العروض عنده لا منتهي ودائما نشط، سواء كان في الدولة في الخليج خارج يعني المنطقة الخليجية بشكل كامل في الدول العربية، وأيضا عنده عروض في أوروبا وهذه الدول كلها دائما يستدعى، يعني وهذا شيء شرف لنا نحن دولة الإمارات أن أخونا معين يستدعى لمثل هذه الأنشطة ويشارك. لكن أيضا معين ترى بعد موظف ويعني يعني عنده منصب، كيف توفق معين بين المنصب وبين موضوع الوظيفة؟ كانت قصة. أنا من وأنا صغير تعلمت ألعاب خفة وكبرت وهذا وتعلمت وتعمقت على حول الثانوية، صرت عند الوالد قلت أبوي أنا وردي قررت شو بسوي في حياتي. حلو. ومركز منتظر بقول الدكتور، بقول مهندس، محامي، هالأشياء اللي الأبار والأمهات اللي هي. أنا قلت له ساحر. الله. أنا يوم قلت له ساحر ما وعيت. كانت تشوف عقال مرتفع. شفت أنا لا ما وعيت إلا نويهي وآياني هاك الكف. ساري يقولون عليك. سيكمل دراستك. سيكمل دراستك أبرك لك. الله يسامحك يا معين. ما شاء الله اليوم وين معين. ولكن كملت الدراسة وسمعت كلام الوالد وتخرجنا وسوينا وحين الحمد لله منصب إداري جيد. ويوميت بالشهادة قلت أبوي هاي الشهادة لك. حطيها في علي دار كان بغيت بس إن أنا حابب أتعمق في المجال هذا. حلو. فالحمد لله الواحد إنه لو بغى شيء
ما في حد في الدنيا ممكن يوقف يدعم. صح، الإصرار، إصرار، اجتهاد، تبغى تنجز شو ما كان، وإرادة وعزيمة ممكن تنجز بالفعل. وإن الحمد لله إحنا، أنا أول ما بديت في عالم ألعاب الخفة كنت وايد خايف، كنت متردد إن الناس شو بيقولون، المجتمع شو بيقولون، الأهالي شو بيقولون، اللي يعرفون واللي ما يعرفون. كان عندك تخوف من شو معين؟ إنه ممكن كلمة، ترى كلمة السحر كلمة وايد قوية عندنا في العالم. يعني خلينا نقول بصراحة السحر كفر يعني. إيه نعم، بس إن إحنا في بداية المشوار الناس ما عارفين شو الفرق اللي بين لعبة الخفة وبين السحر. واللي هذا لين الحين معين الناس تخربط في موضوع يعني ألعاب خفة يسمونه الساحر. إيه نعم، بس في فرق. احنا بس احنا ما نسوي السحر، نسوي لعبه خفه. ايه ترى هذه المغالطه اللي تصير عند البعض. فاحنا هدفنا كان من بدايه ما طلعنا في المجال وطلعنا في الاعلام ان نبين للناس ان في فرق. طلعت بوايد برامج تلفزيونيه، حاولت ان اعلم وايد من العاب الخفه. حلو. على اساس ان المشاهد يقول انها الحين عرف في فرق بين لعبه الخفه وبين السحر. واحيانا الناس عقب مواقع التواصل الاجتماعي وعقب اليوتيوبات اللي تطلع عرفوا الفرق. الحين ما نقدر نقول ان ما شاء الله عليك حققت قاعده جماهيريه كبيره والناس قاعدين يتريونك، كيف توصل دائما وتغير من متطلبات الجمهور، او تقدر تدرس جمهورك او الجمهور اللي حاب دائما الالعاب البصريه والخفه، تنوع لهم دائما بهاي الخفه بهاي الالعاب، توصل لمرحله تعرف شو متطلباتهم او شو اللي قاعدين يتريونه، خاصه مثل ما قلت العالم كله وكل الادوات اللي موجوده بالحياه مؤثره، يعني نقول عالم الصوره مؤثره، عالم الالعاب الخفيه غير معي، لا تنسى الافلام اللي قاعدين يتابعونها. صحيح. هاي كلها نقدر نقول اشياء سحريه قاعدين يسوونها ويستخدمونها. إينا. من كاميرات، من طريقه اخراج. صحيح. من فوتوشوب قاعدين يسوونه، فكل شيء تحسه سحر. إينا. كيف تتطور انت وتوصل مرحله عاليه بين الجمهور بحيث انت عارف هم شو اللي يدورون عليه؟ حنا انا اقول كالبشر كنا عايشين بحياه نوعا ما روتينيه. صحيح. تطلع تنش الصبح تسوي الدوام، ترد تسوي اهلك، صرت شريت شيء اهلك، رديت خلص يومك. صح. فاللي انقدمه عن طريق العاب الخفه الهدف من وراها هي ان احنا ندخل ترفيه في حياتك، ندخل تسليه، شيء انت متوقع ان كل شيء يمشي مثل النمط اللي انت متوقع انه كل يوم. صح. ياك لاعب خفه سوالك شيء مبهر، ابهرك، غير الطريقه اللي انت عايش فيها، طلعك من الباب اللي انت فيه. ولكن في فرق بين الناس اللي يشوفون افلام وبين يوم يشوفون لاعب خفه يسوي ملاعب خفه، لان يوم يشوفون يجونك بعرض من عروضك، في العرض قاعد يشوفونك لايف، قاعد يشوفونك انت كشخص بالفعل موجود يسوي له ملعب خفه، عن انه يشوفونك عن طريق شاشه التلفزيون. يعني قوه الترفيه بانه يشوف قدام عينه قدام يعني. فانت مثلا جالس في احد تسوي له لعبه خفه. غير السؤال الكبير اللي تحطه في ذهني معين يوم اقول كيف سواها؟ صحيح. نحن عرفنا ان هاي خفه، بس كيف سواها بهالسرعه بهالوقت الوقت القصير؟ صحيح. لو عندك السؤال اللي هو كيف سواها، يوم يجيك واحد كيف سويتها، ترى ما يبى يعرف السر، يبى منبهر رده فعله كيف سويتها. بالفعل السؤال علامه استفهام، اللي هي كيف سويتها، مو انه هو يبى يعرف السر. هاي حالاته في العاب الخفه. صحيح، هاي المتعه انك تسوي لعبه خفه لحد تبهره، وبعدين تخليه في غموضه، خليه انه يفكر، يرد يقول طب شلون سواها؟ واحنا استعملنا نكون نوعا ما الاساليب اللي نستعملها في حياتنا في لعبه كلعبه خفه. حلو. حسب ننجز المستحيل. اوكي حلو معين. نحن انا متاكد ان اكيد وكثير من يعني مشاهدين صباح الدار ومتابعينك انت ايضا ينتظرون الحين نسوي شيء من احنا جايينكم بشرب وايد من الاشياء. بسم الله الرحمن الرحيم. من الاشخاص اللي تذكرتي افلام، حتى مسوي شيء بيدي احس انه شيء بيستوي. من الاشخاص اللي انا تاثرت فيهم وايد وانا اتابع افلام شارلوك هولمز. شارلوك هولمز نرمس من لعبة خفة، الفرق بينه وبين السحر ما كانت عنده قدرات خارقة. صح. كان تركيزه على الشيء اللي تسويه. بادي لانجوج. بادي لانجوج أكثر شيء. يعرف شو اللي بتسوي قبل ما تسوي. بالفعل. صحيح. بالفعل. فاحنا بنجرب شيء مو شارلوك هولمز، ولكن شيء من هالنمط. حلو. أخوي عبد الله، إحنا ببدأ وياك. ليش أنا دايركت؟ بس على فكرة المرة طافت وياي. وهالمره ايش بتسوي؟ ان شاء الله احنا ما بننسى الاخت اكيد هبه بسويها بدويه. زين. اللي باك اتاكد بس للمشاهدين احنا مو متفقين على شيء. مو متفقين. انت ما عارف ايش اللي بسوي، ايش الحركه اللي بسويها. ما اعرفكش ما تعرفنيش. اوكي. اللي باك تسوي، اباك انك تعال جرب، ما تخاف، اباك انك تاخذ هالخمس بطائق. هالخمس بطائق عليها رسومات مختلفه، باك تشيك. اجرب هنا واشيك عليها. اي شيك عليها عادي. اراوي هبه عادي؟ وراوي الناس، راوي الهبه، راوي من المطبخ. اي اراوي الناس بعد. لا تطلع. لا بس خبرهم شو هي البطايق. في 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 دائره، في مربع، في علامه زائد، في علامه النجمه، وفي الويفي لاينز. اوكي اوكي صحيح. مزيد. اللي باك تسوي من غير ما اني انا اشوف، اباك تاخذ واحده من البطايق وتحطها في الظرف هذه وتسكر عليها وتحطها على يدك اليمين شي.
أوكي. من غير ما أشوف لا تراوني ولا النهاء. خذ الظرف حطه في الظرف، حط أيدك اليمين أحطه مجلوب أحطه شو ما بغيت، بس لأنك بتحط أباك تتأكد أن الظرف ما في أي طريقة أنا ممكن أشوف من خلاله لو تحطه عند الليل. أوكي أوكي، ما ينشاف شيء. تشوفين شيء؟ لا. أوكي، حطه في الظرف. حطيته في الظرف. إنزين، وحط أيدك اليمين على أيدي اليمين. ها أوكي، وجرب أيدك شوي صوبي. أباك تأخذ نفس عميق، أنت إكسيل إنهيل إكسيل. You're doing good. فكر بالرسمة. هل في أي طريقة أنا ممكن أعرف؟ لا، الحين كذي مستحيل. مستحيل صح؟ مستحيل. أنت اخترت واحدة من الخمسة. أوكي. 20% احتمال، ولكن هم إن لو أنا أعرف شوي. أوكي. بتكون مبهرة لك صح؟ صح. كأنك قاعد ترسل إياها، طالعني. الويفي لاينز، اخترت الويفي لاينز. الويفي لاينز طلعها راوي الجمهور. صح، اخترت الويفي لاينز. زين، اختار لك واحدة ثانية. ركزهم، اختار واحدة ثانية. حط على إيدك هنشوف ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. اختاري هبة واحدة. داري. اوكي. اوكي. اوكي، حطيت ايدك اليمين. لحظة بس بخبصها شوي عشان حطيتها على ايدي اليمين. ركز وياي. طالع فيني. فكر بالرسمة. خذ نفس عميق. ابى ارسلها بس ما شايل رصيد عندي. ما في أي طريقة أنا ممكن أعرف صح؟ أنت خليت الأخت هبة تختار؟ أوكي. أوكي. أكثر الحريم يختارون النجمة، اختارتي نجمة أنتي؟ يا ثانكيو فيري ماتش. اختارت نجمة بالفعل. اختارت نجمة. ثانكيو فيري ماتش. أخوي عبد الله، أنا كنت طالب منك تجيب وياك ديك أوف كارد. صح. صحيح؟ ممكن تطلع ديك أوف كارد مع علي كمارة؟ ها طلع. أنت ما تعرف ترتيب الديك أوف كارد شو هو صح؟ لا. زين، لو تفتحها مسكر وتفتحها. هاي خلصنا منها. عطني اياها. الناس ممكن يقولون ان واحده من خمسه مو بذاك الصعبه، ولكن عندك في الديك اوف كارد 52 بطاقه. اباك انك تطلع البطايخ تخبصهم تختار واحده. ما فيها جواكر؟ ما فيها جواكر. ماشي اوكي. زين، اخبصهم تخبصهم تختار لك واحده وتحطها بالظرف وتحط ايدك اليمين نشوف لو انا ممكن اخمن لك شو هي البطاقه. واحده من 52 اصعب من واحده من خمسه. هاي الخبصه هاي. اختار لك واحده. زين، مختار. تبى تراوي المشاهدين، تبى تراوي اختبى شيء راجع. طلع بعد كمينتي منك بعدي. ايوه اوكي. ها شوفون شو اخترت. احفظي وياي. احفظوا. ها اوكي، حطه في الظرف. حط ايدك اليمين. حطه في الظرف. حطه على ايدي اليمين. اوكي لو اوكي خبرني اسيب الطالع. تفضل بالنظر الي. اوكي شكرا. اوكي ركز وياي. هل في أي طريقة أنا ممكن أعرف؟ لا طبعاً. واحدة من 52 بطاقة. طرشتك يا أخي. أنت اخترت ولا هو اختار؟ أنا اخترت. أنت اختار. هاي. متزوج؟ متزوج. تحب حرمتك وايد؟ مسافرة عني. مسافرة عنك. كوين أوف ديمن؟ إي والله. أوكي شكراً. ثانك يو. أعطاني إياها. الحين هبة الحين بتستكشف شو السالفة. نحن نبدأ من عندنا. نحن عندنا 1 سبتمبر المرأة والابتكار. إن شاء الله. زين. أوكي. لا نحن متعطشين لأنك بعد تسوي لنا. نحن طبعًا يوم الأشياء الجميلة في معين بأنه بالفعل هو يصرح عن ألعاب الخفة بعض الأحيان، مش كل ألعاب الخفة، لأنه يحب يعلم الناس موضوع يركز عندهم في بالهم أن ألعاب الخفة ترى هي مش سحر، هي تكنيك ممكن يتعلمه أي بني آدم ويسلي أي شخص ممكن في حياته. أكيد معين بالبيت ما شيء ملل، يعني قاعد يسليهم كل اللي موجودين عندك في البيت. بيني وبينكم في البيت ما يتابعون برامجي، فتخيلوا ياي أنا في البيت ما يحبون يتابعون معين البسكي بتلمس. أوكي. لأن شوي متدينين وايد. نحن ترى بس عشان أذكركم بأن ترى معين عندنا ما يقارب 3 مينتس، أن نحن بعدنا ورانا أكلة. أنزل. أوكي خلينا نجرب. ممكن نسويه هناك ولا هني؟ أو إذا تبى يورجو بعد يدش في عندك بالألعاب. ممكن نسويه هني وعقب نروح. بس بسرعة. بسرعة. نزل. أخوي عبد الله. أوكي. كل واحد منا في الدنيا عنده شيء مساوي لشخص ثاني اللي هو عدد الساعات في اليوم. أوكي. صح؟ أوكي. أنت عندك عدد ساعات 24 ساعة في اليوم.
اختي انت عندك 24 ساعه في اليوم، انا عندي 24 ساعه في اليوم. صح. اللي باكم تسوون، باكم تتخيلون جاي ساعه على الجدار. اوكي اوكي، اباكم تتخيلون الساعه والدقائق. بخليك انت تشوف الساعه واختي تشوفي الدقائق. اوكي، عندك الساعه وعندك الدقائق. أوكي. عندك ساعه معينه في بالك؟ ايوه. اباك تغير بالك وتغيرها مره ثانيه. اوكي، ومره ثانيه عشان تكون عشوائيه. أوكي. عندك غير. ساعه، عندك ساعه غير. محدده معينه في بالك؟ غير. زين، لاول مره هاي بنثبتها، تبغى تغيرها ولا بتبغى ترسي؟ ثابتة. شوفي الساعة. الساعة 11. اختي عندك دقائق معينة؟ غيري بالك كم من مرة؟ حطيت. لأن ما عندك وحدة ثابتة موجودة في بالك اللي هي كم؟ 20. 20. 11 و20 دقيقة. و20 دقيقة. هذا موعد الفيلم لازم نشوفه السينما. أنتوا اخترتوا الساعة وأنتوا اخترتوا الدقائق. أوكي. احنا قلنا طالعوا الجدار وشوفوا الساعة وشوفوا الدقائق، صح؟ اوكي. ما في أي طريقة أنا ممكن أعرف، ولا إني أنا خبرتكم شو هي الساعة بتكون والدقائق بتكون، صح؟ صح. أباك تمسك البوردة هذه. اوكي. كأنك من المسجونين لا حشا. اوكي. المتهم رقم 1020. الساعة، دقائق، أنتوا اخترتوا، من قبل ما يجيكم في البرنامج كان عندي ستاند موجود. اوكي. عليها شنطة موجود عليها علامة استفهام. اوكي. أنتوا اخترتوا الساعة وأنتوا اخترتوا الدقائق، خلينا نشوف إذا هي فاضيين. لو أجيب الشنطة؟ لا بطلع الساعة عاد إنه خلنا نشوف لي يكون سوي شيء من ورانا معين. أخوي عبد الله. آه. اللي أباك تسوي، أباك تيك داخل، هل في ساعة دار؟ أي. صح؟ أي. أباك تشلها تطلعها وشوف كم ساعة اللي مذكور عليها. آه كم ساعة؟ الساعة 11:20. الساعة 11:20 دقيقة. لا 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 نحن طيب يعني معين يعطيك العافية، نحن بنسولف في هالتكنيكس ونحن عند يورغ وناكل هالدياي هالحلو. معين كيف سويتها؟ كيف درستها؟ كيف اشتغلت على الموضوع؟ نستعجل لأن عندنا أقل من دقيقة على الأقل نتذوق. يورغ تابعت ويانا شو صار؟ ها؟ السحر اللي مسوي لك يا يورغ. لا أنا منتظر سحر ياس برع ويشوفوا أيوعان. يورغو عطنا بس وين وصلت؟ نحن علينا دجاج. أوكي. عملنا الدجاج بالأسمنلية وفوتنا كمان البندورة مع الموزاريلا كابريزي على الفرن، شلناها حطيناه لبيستو على الوجه، ودجاج عملنا له صوص بالكريم، حطينا البلو تشيز كنا عم نحكي عنه والبارميزان وملح وبهار، وهلا بدنا ندوقها. صار شكلها مغري جدا. نحن يا جماعه وصلنا في نهايه حلقتنا اليوم الخميس مع يعني معين البستكي وبس. زين والشيف يورغو انا شار، شكرا يعطيك العافيه على مساعدتك الجميله في الطبخ. معين نباك تذوق اكيد اكلنا اكل حلو والحين نباك تذوق. يعطيك العافيه على المشاركه هاي، ونحن سعيدين جدا بتواجد معين معانا، وطبعا بيعلمنا بعد الحلقه، تعلمنا اشياء بسيطه وبنحن نسوي لكم اياها الاسبوع الجاي. اذا ان شاء الله يكونون المشاهدين كلهم مستانسين ويانا في حلقه يوم الخميس ان شاء الله، ويكون ان شاء الله يا رب يوم خميس ما يكون فيه زعل وفيها لقى بالاحبه والاصدقاء والاصحاب، وان شاء الله تختمون يوم الخميس استقبالا لعطله نهايه الاسبوع بكل حب وايجابيه. في امان الله. نسوي كلنا مع السلامه. السلام. مشكور.